في الحياة إنك تلاقي أشخاص بيبهجوك ويسعدوك ويبسطوك ويعرفوك على حلاوة الحياة في أعينهم مهما كانت بسيطة. أحلى ما في الحياة جمال الأشخاص اللي بيقترن دائما مع جمال الظروف المحيطة بهم واللي تجمعنا فيهم إما عن طريق الصدفة أو السؤال وغير ذلك. إحنا اليوم في مدينة المخاء التقينا بأحد الأشخاص اللي ابتسم بالظرافة والابتسامة مثل ما سمعنا ومثل ما شفنا، فخلونا نتعرف عليه مع بعض. سلام الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك. علي زبادة. نعم؟ علي زبادة. علي زبادة؟ أيوة. شو معنى زبادة؟ يعني مش كل لقب، لقب هذا لقب؟ أيوة. ليش وله اسمك ايش؟ اسمي علي عبد الله أحمد عسيلي. علي عبد الله احمد عسيلي. ايوه مش كل لقب اي مكان يعرفه تقول لهم بلازم يعرفوش. علي زبادة الان معروف. علي عبد الله ما ادري من ما يعرف. زبادة معروف مع البنات مع الجهال مع كل شيء. مع البنات. مع البنات التبنات يعرفونه. ها آه. يا حي يا حي. يدوب القارب اللي يعرفونه علي خلاص. ليش انت صياد؟ صياد. اهلا وسهلا. حياكم. من وين؟ من المخا. من المخا. من فين من المخا بالضبط؟ من العروق. العروق اسمها العروق. العروق. انا ما اعرفش المخا كثير. العروق جنب الساحل جنب المينا يعني العروق. حياك الله. متزوج؟ ايوه. وحده ولا اثنتين ولا ثلاثه؟ وحده والثاني صراحه كنت بتزوج ما رضيش عليه خلوه البيت. كيف كيف؟ ما قدرت اكذب عليه. كيف؟ متزوج حدا. ايوه. والثاني كنت بتزوج بطلت. ليش بطلت؟ بطلت يعني الظروف ما قدرت اوفي. الظروف ولا المره اللي منعتك الصدق؟ الظروف ولا المره؟ عادي الظروف بس الذهب غالي ويعني مثل كنا من اول الزواج 200 300 دحين كذا مليون ونص. وانت ليش على طول تروح تتزوج على زوجتك؟ ليش ليش؟ يا ما يعني النفس تشتي حاجه ثانيه بطلنا. قد كنت شفت عروسه؟ ايوه. اه يعني ايش زوجتك ما تغيرش عليك؟ لا تغير ضاري ابنك ما تضاريش. والله بعد عندي جوال مليان خلاص وقفت. كم عندك اولاد وبنات؟ 10. ما شاء الله اولاد وبنات. انت بنات ثلاث بنات وسبع عيال. الله يعطيك العمر والعافيه. على كذا كم عمرك؟ انا عمري 40. ما شاء الله الله يعطيك العمر والعافيه. يا رب تزوجت وانت صغير. بس كنا ناكل مرتاحين ناكل اكل ملح. كيف لح. يعني ليش ايش الفرق بين الاكل الحفظ والاكل الحلال؟ اول كان في اكل لحمه وذا رخيص. اشتري لحمه يوميا تاكل تاكل اي حاجه الدنيا. لحم لحمه وصلك عليه عاد الكيلو مدري بكام. ايوه. استفاد يعني كم من اول تذبح كبش. تجي تشتري كبش تقول له ذبح القوال. والان ايش عاد الواحد ياكل؟ الان ما علي الله يوصل له على قرم صيد على روتي على حاجه خفيفه. والصيد مليح برضو الحمد لله. والصيد برضو في غالي ما يقدروش بعد ناس ارتفع السعر الصيد السماء. صحيح. كم من اول رخيص ب 1000 ريال تاكلوا كلكم. لحم ب 10000 تشتري. صحيح. قلت لي يعني الحياة صعبة لكن برضه الابتسامة عادة تكون موجودة عند الواحد يضحك يسلي. أيوة على نفسه قليل يعني قدام قدام بس يا الله ها ويضحك له الحمد لله. الحمد لله. طيب انت صياد لو واحد مثلا قلت لي انك تعمل رحلة بالقارب. أيوة. يعني لو واحد مثلا شي يتواصل معك كيف يلاقيك على عشان انا هنا في الساحل انا الساعة 8 هناك ما معكش تليفون؟ كسرت ابو يعني مصاحة انا حول مرة قلق بلق بلق كسرنا ابو. اتصحت انت والمرة؟ اول مرة على التليفون هذا اتصل لك يطلق لك واحد واحد واحد. مين اتصل لك؟ واحد اتصل لك يقول لك واحدة 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 يا واحدة كسرنا ابو. كسرت التليفون بكله؟ كسرنا امه خلاص وسكي خلاص الشغلة حقه خلاص خلينا ترتاح ما عاد خلينا تصيح. الله يا ام العيال قلنا حرام. والان اللي يشتي يتواصل معك طيب ما يحس لك الا بالساحل. انا بالساحل ولا البيت اي واحد يساله عني علي زبادة يقول له البيت حقه. المهم الحياه ماشيه والحمد لله. الحمد قلت لي لما تصحي الصباح لما تنام الليل ايش تعمل؟ والله بالليل الان نقوم يعني العصر ما عاد نروح للبحر مع البترول غالي وذا وذا نقوم يعني نشل القوال عشاء روتي من السوق ولو تشتي مرات يعني بصل. تعزمني معاكم عشاء؟ على طول بطاط مش تعشيني؟ عشي بطاط وفاصوليا واللي تشتي. الحمد لله اللي هلا الحمد لله والله موجود. الله يحفظك ان شاء الله. اهم حاجه فلوسك ما فيش فلوس روح ارقد له. يعني ما تعزمني بفلوس؟ اهم حاجه الفلوس تاكل ما فيش فلوس معك ما تقدر تعزم. اهم حاجه الصحه اذا الصحه موجوده الصحه تجيب الفلوس. ولا تمام ما فيش فلوس ما يبولك ياكل روح عند امك ولا ما يبولك. ما يبولك. طيب اكثر حاجه فرحتك يا علي زباده في حياتك ايش هي؟ والله الزواج فرحنا الصدق ارتحت بها. اول حاجه كانت باختيارك انت اللي اخترت زوجتك. أيوة ولا أيوة حد أيوة اختار؟ انا اللي اخترتها. انا كيف عرفتها؟ كانت تجي عندنا يعني. ايوه تجي من البيت حقهم لعندنا تعبانين ولا بعيد ومن يختول من طريقه يختول. اها مدينه يختول تحت. ايوه بعدين وقعدت عندنا يلا وشفتها عجبنا تزوجت. وكم كان المهر ذيك الايام؟ المهر كان 25000 ريال. 25000 ريال. ريال قبل كم سنه؟ قبل 20 سنه. ايوه دحين لي 20 سنه مزوجت. ما شاء الله 20 سنه مزوج وخلفت 10؟ 10 واحد كم وعبه. 10 اثنين مره اول مره اثنين يعني كل اول ما ولد اثنين توأم. ايوه ايوه بعد واحد حاله. الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
تغني بينك وبين نفسك تجلس تدندن تغني؟ المغنى تدندن لك ولا تجنن لك كذا في حالك لحالك تتشعت لك. كي سمعني مقطع غنائي من الفنانين اللي تسمعهم دائما. اها والله يعني انا عجبنا اللي يقول له عاد الفنان تقول له سيفيني سيفيني يما زوجيني والخطب خطبني والعرس خطبني والاهلي ما رضوا لي. فني يمني ما انتش عاوز فني يمني؟ يا والله انا نسمع لك زعما ما نسقهاش. ما تسمع من الفنانين اليمنيين؟ الفنانين يعني عادي الاول اللي كان يقول بوس 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 لا تيفوف ولا تي بوس بوس بوس. هي هنا معنا تحركات عالميه. انا شتي يمنيه فنانين يمنيين. شتي يمنيين فنانين يمنيين معروفين معنا فنانين يمنيين كبار اليمنيين السنيدار السمال حارثي ايوب طارش ابو بكر سالم معنا كثير. سمعهم شهاده الحنان. معنا سفيني سفيني ايوه مزوقيني. الله يسعدك يا رب. حق الضحك والفرفشة الحمد لله. اما كنت حصفر فيه تفرفشوا زياده معك. زعلت بحياتك؟ ما زعلت والله. ما بديش تزعل. ما زعلت تضبع على نفسك تمرض وتجيب نفسك الالم وتجيب الجنان. اكثر حاجه زعلتك بحياتك ايش؟ والله ولا زعلنا حاجه كله اشرب لي وامشي على الله. ولا حتى انا زعلان امشي ما زعلت والله. ما تتصايحش انت والناس ولا في معك مشكله بينك وبين الناس؟ والله ما كنت متصايح انا وناس. حتى لو قام صيح فوق قل له يا اخي اشتكي بك على الله وراح ازعلك. تحب البحر؟ البحر ضروري من عيشة الغمة من البحر. طيب من لما كنت اشتغل مثلا في الاشياء هذه في نقل الناس عبر القارب ما كنتش لاقيت سياح مثلا اجانب يقولوا عندك؟ ما كنتش لاقي زمان اجانب عاد ما كانوا يقولوا زمان ما يرضوش يطلعوا. المشكلة حتى لو قاوا كيف تتكلم معاهم؟ انت بتعرف تتكلم انجليزي؟ كانوا يقولوا نصارى من اول مليان يقولوا نصارى سيارات يقصوا وحان تقول لهم فايف 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 لا وات 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 ايش تقول لهم؟ من حقهم الكلام. ايوه ايش سمعني؟ رجعوا يصوروا احنا بس ما يرضوا يشتغلوا معنا. يو ار سبيك انجلش؟ يس سبيك انجلش. يقول لك نو يقول لك ممكن ايش عربي عربي يقول له عربي ساعة ساعة بعده. يو ار سبيك عربيك؟ يس ام سبيك عربي. يعطوا لك فلوس ساعة ساعة والله. مساكين بس دحين ما قدرت يقوم بعد الحروش. خلاص طبعا بحكم انه الحرب كانوا يقولوا سيائر مندي مليان صار. ايوه والدنيا طيب. كان من اولادك اكبر واحد كم عمره؟ عمره 12. 12 اكبر واحد عمره 12 يعني سنه يعني 15 واحد 12 والباقي تحت. ما شاء الله الله يحفظ لكم يا رب. أيوة. تحب الاولاد للبنات اكثر؟ والله بالامانه بالامانه احب البنت صغير هذا عمرها سنه وسنتين الصغيره وفرفاشه هبا ولي الدار انا داغش. بابا داغش جيب بس حنونات البنات يجين اكثر. أيوة. من الاولاد. واحب ابن اخي واحد حبوب مات مسكين لو 6 شهور مسكين مات. الله يرحمه. الله خلى حالنا بكمة مريض داونه. الله يرحمه. يعني طلبوا ربوه ابوه طلبوا. طيب انا السؤال هذا اطرحه دائما في كل لقاء، ايش الفارق بين بنات زمان وبنات الايام هذه؟ بنات زمان يعني ما زي ما بنات اسمعوا دحين لما ينزل علينا اسمعوا بس. بنات زمان كانوا يعني بدو غرف لا في تلفونات ملس. الو الو هذا الحين في ملس. في ذا في جابونا يعني اكل اغاني كله فريز ماي فايت فايت ما افتح السياره طلع التليفون من اول تمشي لها رجل ما فيش مواصلات سيكل ولا سياره. أيوة. ولا سياره سياره. أيوة. ولا تمشي مع بنت حقك لا ما كان ما توديها رنت وياها. ايوه الحين سياره تليفونات اسرع ما يمكن الو فرر ذو جنبه. ما فيش احد يوقف والله. طيب مو ذنب البنت لو في معاهم تليفونات حلوه التليفون سهلت للناس حياتهم. التليفونات تجيب مشاكل بعدها. والله والله وقعت مشاكل. شكله اذا تحصل لك انت مشاكل من التليفون. في بنات والله قال لهم مشاكل مليان فيها. كلام عليه من البنات شكلك انت قد حصلت لك انا وقع لي قلت له مشكله وبطلت. لحظه احكي لي عن المشكله هذه. قد اخذ تليفون واحد يرسل لي تقول لي معك وحده معك وحده شغل. أيوة. يا واحده قلت لها انا صاحبي. وهي صدق كانت وحدة ولا؟ واحد صاحبي والله. والثاني تقول يا تكون الرز صلح الرز قلت سمع وخلاص حلفت حرام طلاق بطلت ما عاد اشتري تليفون. بطلته. حرمنا. طيب تتابع مثلا مسلسلات يمنية مسلسلات كلنا نتابع ايام التليفون ايام هذه مو دحين بعد الكهرباء فين معانا؟ ما فيش. تلفزيون كنا نخدين يجي حق جحباش يجي حق مسابقة حق رمضان نتفرق ولا يقزع رمضان صح. المرة رمضان قزع لا كهرباء ولا كهرباء ولا كلينا شمسية باطل لا مروحة زوح والله ب 500,000 باطل اكون دايما اشتري. طيب في معك بحكم انك تشتغل صياد اكيد مغامرات في البحر صح ولا لا؟ مغامرة صح. احكي لي من المغامرات هذه اللي موجودة في البحر. المغامرة في البحر والله تدخل مع الارياح تدخل الصياد بعد وقت القارب يختلف في البحر. قد اقترب القارب. أيوة البحر اقترب عليك. ايوه اقترب انا وابي واخي اقتربنا في البحر
وبعدها قسينا يعني فوق القارب، اذا فكيت القارب وقمت تسبح ما تقدرش توصل، تفترق ولا بداتها تموت. اللي لازم توقف فوق القارب ما ينزلش، يوقف زي ما ايوه يطفي على سطح البحر. ايوه تتمسك بينه لما يقول ناس اصحابك او اهلك ينقذونك، يعني يشوفونك تاخرت في الوقت يقوم عليك. وانت كيف انقذوك لما اقتلبت في القارب؟ قارب ثاني اجى بعدي قزع صاحبنا طلعها انا عنده، بعد سنين القارب حقي واسحبنا من الماء، خرجنا الماء وانطلقنا الى البلاد. ايوه بسلامة الحمد لله، وسباحين ان شاء الله الحمد لله. ما عاد فيش معك مغامرة ثانية؟ واذا ماشي سباح ولا السماء والارض باي تفلت لك في البحر، يعني لو اقتلبته سرحتي سرحتي والسمك ياكل ياكل اسماك تتبلعك. ايوه سمك القرش يروح لك بالليل. يزخرط سمك القرش يو يو بالليل يروح يا ساتين يبلعك بلع. يوم الا بالليل هو لا ظهر بالنهر شوكولاك، لا ظهر بالليل شوكولاك، بالليل تبين له انت شل البحر شلي. قد حصلت لك مواقف زي كذا انك شفت سمك قرش امامك؟ صيدت سمك قرش نفسنا امانه والله. واحد منهم وسع السياره. كيف صدته؟ بس سناره كبير وحبال. يحتاج قوه بابا بعد يقرح يروح. والله والله يعني بحر بغايه صح، يعني ما يدخل البحر الا من كان راس. كم لك في المهنه هذه صياد؟ من قولي معابي، من قولي اول ما طلعت معابي عمري 10 سنين من دي 8 سنين طرشت من البحر. طروح اول تطروش ثلاث مرات، اول يوم ثاني يوم ثالث تطروش، ما بدك ما تروحش، ما تتعودش على دوار البحر ودوخه البحر. بعدها خلاص بعد ثلاث ايام تروح عادي، عاد تكون تروح بعد تروح. طيب اكثر حاجه تخوفك بحياتك ايش؟ انا والله اصلا البحر يخوف، انا ما اخوفش منه، واخوف اخطر حاجه اخوف من السيارات. لما تمشي في الخط دبال ركز والبابور والقاطره واجي، يا الله يا الله اخاف من السياره زي من البحر. سبحان الله، لكل انسان نقطه ضعف في حياته حاجه بيخاف منها. طيب سيارات وغوه. اخيرا لو سالتك في نهايه هذا اللقاء وقلت لك ايش تتمنى في حياتك، ثلاث امنيات تتمناهم في حياتك؟ والله اتمنى ربي ان شاء الله يحول لي في البحر حبه عنبر 100 مليون. يا رب يا رب. واشتي ابريل الجهال باقي معي جهال قليل، البيت ضيق ضيق. طيب سؤال اخير، اثناء الصيد لما تكونوا في الصيد جلستوا تغنوا كذا مع بعض؟ أيوة. لكم مهاجل او عوامل يعني معينه في الصيد؟ يستغني لك يعني اللي في قلبك تغني، ولا معك بس تلفون ما نشوف. هذيك هيلا يا صياد يا ابو السفينه، يا صياد يا ابو السفينه، هيلا 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 يا صياد يا ابو السفينه. ولا تغني حق الرزيب وابو علي ذا الاضرب، هو ريزه غير ما يتحمل شيء، بزم شمر بزم موقع وقرا بمبو، وابو علي هدي حوارك ومليل سري لك والصبح فلت لك، وابو علي دلا دلا موقتك ما ترحم شي ما ترحم شي. تقلبك على طول دي موقت زيب ما يصافتش. ربنا يحفظك ان شاء الله، ويسعدك. احنا انبسطنا ان احنا تعرفنا عليك في فقرة اليوم من هدرع الماشي. يا رب تلاقي عنبر كثير. والله لقيت عنبر عمالة تدور لك شاب لك منها والله مليونين. الله يحفظك. حرام رزقها لي 2 مليون لي. الله يوفقك بعنبر على ما في بيدك. 2 مليون لك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يفرقها عليك ويرزقك انت والمشاهدين ان شاء الله. دعوتك مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هذه لفتة بسيطة. ان شاء الله تصير بالتسييد. بنت السيد. منو السيد؟ يعني هذا اللي يدعي تكون دعوته سيد. ها يعني انه يعني دعوته مستجابه. سيد أنا كبير. نعم انا من الاولياء الصالحين ان شاء الله. نعم من يا السعود. رب ايوه هذه لفته بسيطه من هدرع الماشي. الله مره تعود ثاني مره. ربنا يحفظك، شكرا جزيلا لك. يلا لا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفه، كونوا معنا. كونوا معنا، باي، الى اللقاء.